بعد المعلومات العظيمة اللي انت جبتها كان لازم طبعا نتنقل لمستوى اعلى، وهتحتاج شغل اكبر، عشان كده الرئيس بتاعي هيجي عشان يقابلك. الرئيس بتاع سعادتك؟ هو انا عارف هتلاقيهم على روحي معاك، قصدي مع سيادتك، يعني لما هتقابلني بالرئيس بتاع سعادتك. مش يمكن الرئيس بتاعه يطلع اطيب منه شوية؟ يا نهار ابيض، رؤوف باشا عبد العظيم، هو ده بقى الرئيس بتاعك؟ على فكرة احنا معرفة قديمة، بس ما كانش فيه لزوم يعني يا فندم لللفة دي كلها، ما انا جيت لسعادتك من الاول. معلش، الشغلانة بتاعتنا بتحتاج شوية ترتيبات خاصة. بس بصراحة يعني يا فندم، موضوع مباحث الأموال العامة ده يعني كنت شاكك فيه بصراحة، يعني أصل الأناقة والشياكة دي كلها ما تجيش إلا من أمن الدولة، ولا يا رؤوف باشا؟ اسمي أكرم همام، بشتغل في المخابرات العامة. ممكن حضرتك تستريح عشان خاطر نتكلم وأشرح لك إحنا عايزين منك إيه وهنجهزك له إزاي. اتفضل استريح يا أستاذ وائل. شكرا يا حمد. بص يا أستاذ وائل، بابا بقى عشان خاطري وافق بقى، ده جزاتي اني مرضتش اقدم من غير ما اخد موافقه حضرتك، لحد ما بقى فاضل يوم واحد بس على الورشه. بقى انت عايزه بعد العمر ده كله وبعد كل الدلع اللي انت شفتيه على ايديا تخبى عليا يا بنت عبد المنعم؟ على فكره نص صحابي بيعملوا كده مع اهلهم. يا نهارك اسود، بس انا عمري ما خبيت عليك حاجه ولا بعمل حاجه من غير ما اخد موافقتك عليها، واديك عرفت. وافق بقى، والنبي 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 عليك افضل الصلاه والسلام يا نبي. يا بنتي انا خايف عليك. تخاف عليا من ايه بس؟ ده تدريب في مركز محترم، والدكتور سعيد خليل ده اشهر من نار على العالم وبيطلع في التلفزيون على طول. ما انا ما بخافش غير من اللي بيطلعوا في التلفزيون دول. تفتكر يعني لو كان في حاجه عليه غلط كانوا هيسيبوه؟ وبعدين موضوع التدريب نفسه ما فيهوش اي حاجه، دور الشباب في الحياه السياسيه، يعني حاجه كده زي دورات اللي كنتوا بتاخدوها زمان في الاتحاد الاشتراكي، ولا هو حلال ليكم وحرام علينا؟ ايه بتقول ايه؟ وهبل والسلام ولا ايش جاب لي جاب يا بنتي؟ الاتحاد الاشتراكي ده كان بتاع الحكومه، ده عبد الناصر بذات نفسه كان بيحضر اغلب نشاطاته. طب انتوا جيل محظوظ ولقيتوا اللي يعمل لكم سعر ويهتم بيكوا، احنا بقى جيل لقيط. لا ايه؟ لقيط؟ في حاجه اسمها لقيط؟ لقيط. لقيط، ومحدش معبرنا في الحكومه ولا شاغل باله بينا، نقعد بقى زي خيبتها ولا ندور على مصلحتنا بنفسنا؟ مش خاطري بقى يا بابا، دي اخر فرصه ليا بكره اني اقدم، بس على الله يقبلوني، ووعد مني لو لقيت اي حاجه مش تمام همشي ومش هكمل الورشه. قلت ايه؟ وامك مالها؟ قولي لامك. طب اقنعها. مش لما اقتنع انا الاول ابقى اقنعها؟ امال انا قاعده بعمل ايه؟ هتزعق لابوك ولا ايه يا مان؟ خلاص اسفه اسفه. عبد الرحمن نصار، مهندس معماري. الناس عبد الرحمن تمام، وقاعد في البيت طبعا. ده انا مدت تحت المروحه والله. اتفضلي. منار عبد المنعم العربي، ثالثه اقتصاد وعلوم سياسيه. منار، منار عبد المنعم العربي، اهلا بيكي يا منار. بس انت اسمك مش في الليسته. أنا اشتركت النهاردة الصبح واسمي موجود بره على الريسبشن، حضرتك ممكن تتأكدي منهم، ما ينفعش تبقي بتدي ورك شوب مش أبديتد باللي بيحصل. معلش يا دينا، يا سنة زالف شوية. أنا خدت بالي. أهلا بيكي منورة، أنا مش محتاجة أسأل. عارفة بقى أكتر حاجة كانت معونة عليا بعدك؟ ساعة لما رجعت مصر كانت إيه؟ هو في أصلاً حاجة ممكن تهون عليك بعدي؟ أنت ليلتك مش فايدة. يا ريا. في إيه؟ ده انا بعترف لك. انت والله ما تعرفي بقى ان هي واحده ست كمان. واحده ست مين؟ انت هتهزر؟ ايه ده؟ ايه ده يا سيد؟ ست مين؟ ايه ده لالوشك؟ في ايه؟ ست مين انت؟ منار اختي، البت طالعه شباب كل حاجه والله العظيم. منار؟ لا ما بقتش منار بقى خلاص، البنت بقول لك نسخه مني، شخصيه تبقى قويه جدا، بتثبت اي حد، جريئه، بتتعامل كانها بنت ملك. برافو. انا شفتها كده قلت مش ممكن، دي شبه لينا في كل حاجه. سقيلة، رخمة، ما بتعرفش تهزر، انطع، مش كده؟ بنت بقول لك يعني قولة واتقسمت نصين، طمنيني عليك، أخبارك إيه؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.